سوف تذيع أيضا صلاة التحرير صلاة الجمعة عند إذان التحرير. وسوف يخطب الجمعة خطيب الثورة الدكتور مظهر شهيد. والآن سوف نتقل إلى إذاعة خارجية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نصلي ونسلم على المبعوث فينا رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد عندك.